مقارنة تفصيلية بين النوت 20 والنوت 20 ألترا نسخة الـ 5G للجهازين بفيديو اليوم. وبداية أتمنى منكم دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. أهلا بكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم متابعين الكرام. مقارنتنا اليوم بين أحدث هاتفين من شركة سامسونج النوت 20 ألترا والنوت 20 حتى نبين كل الفروقات بين الجهازين للجميع. طبعا النسخة اللي نتكلم عنها هي النسخة الأساسية العالمية الـ 5G للجهازين. ونبدأ أولا مع اللانش أو الانطلاق. تم الإعلان عن الجهازين يوم 5/8/2020 والإطلاق الفعلي يوم 21/8/2020. النتورك أو الشبكات، الجهازين تدعم الـ 5G بالإضافة للـ 2G والـ 3G والـ 4G. الأبعاد أو الدايمنشنز، أبعاد هاتف النوت 20 ألترا 164.8 × 77.2 × 8.1 ملم، أما النوت 20 161.6 × 75.2 × 8.3. الويت أو الوزن، النوت 20 ألترا 208 غرام، أما النوت 20 194 غرام. مادة التصنيع للنوت 20 ألترا الزجاج من الأمام والخلف مع وجود الستينلس ستيل فريم حول الهاتف. أما النوت 20 العادي فالزجاج من الأمام فقط والجزء الخلفي من البلاستيك. الديسبلاي أو شاشة العرض للنوت 20 ألترا دايناميك أموليد 2X، أما النوت 20 فسوبر أموليد بلس. الديسبلاي ريزولوشن دقة شاشة العرض للنوت 20 ألترا 1440×3088 بيكسلز، أما النوت 20 1080×2400 بيكسلز. الدنسيتي أو الكثافة للنوت 20 ألترا 496 PPI مقابل 393 PPI للنوت 20. السكرين سايز أو حجم الشاشة نوت 20 ألترا 6.9 إنج إيج إنفينيتي أو ديسبلاي، أما النوت 20 ف 6.7 إنج نوع فلات إنفينيتي أو ديسبلاي. الأسبيكت ريشيو للنوت 20 ألترا 19.3:9، أما النوت 20 20:9. الديسبلاي كولورز للجهازين 16M. الرفرش ريت للنوت 20 ألترا يدعم 120 هرتز، أما النوت 20 فما يدعم هذا التردد العالي. البروتكشن أو الحماية على النوت 20 ألترا غوريلا جلاس 7 اللي هي أحدث طبقة حماية بالعالم، أما النوت 20 فيجي مع الغوريلا جلاس 5. نظام التشغيل على الجهازين أندرويد 10 مع واجهة سامسونج الأحدث الون يو آي 2.5. الشيبسيت للجهازين النسخة العالمية إكسونوس 990، أما النسخة الأمريكية سناب دراجون 865 بلس الجديدة والمتطورة. السي بي يو للجهازين يجي مع الأوكتا كور 8 نواة. أما الجي بي يو فللجهازين أيضا يجي بنسختين، النسخة الأمريكية مع الأدرينو 650 والنسخة العالمية مع المالي جي 77. وبالنسبة للرام فالنوت 20 ألترا يجي مع 12 جيجا بايت رام. طبعا كلامنا فقط عن نسخة الـ 5G، وإلا فنسخة الـ 4G نسخة خاصة تجي مع 8 جيجا بايت رام. أما النوت 20 فيجي مع رام وحدة فقط اللي هي 8 جيجا بايت. التخزين أو الستورج النوت 20 ألترا مع خيارات الـ 128، 256 و512 جيجا بايت، أما النوت 20 فـ 128 و256 جيجا بايت فقط. فتحة الذاكرة الإضافية متوفرة على النوت 20 ألترا وغير متوفرة على النوت 20. أما الـ UFS في النوت 20 ألترا 3.1 الأحدث والأسرع مقابل 3.0 على النوت 20. الـ UFS هي سرعة التخزين. ونوصل إلى الكاميرات الأساسية للنوت 20 ألترا 108 ميجا بكسل وايد و12 ميجا بكسل تليفوتو مع 12 ميجا بكسل ألترا وايد، طبعا مع ليزر أوتو فوكس و50X الديجيتال زوم و5X الديجيتال الحقيقي أو الأوبتيكال زوم. أما بالنسبة للنوت 20 ف12 ميجا بكسل وايد و64 ميجا بكسل تليفوتو مع 12 ميجا بكسل ألترا وايد والأوبتيكال زوم 3X. الفرونت كاميرا على الجهازين 10 ميجا بكسل وايد. الفيديو الخلفي على الجهازين يوصل حتى 8K
و24 فريم بير سكند أو 4K 30 إطار بالثانية أيضا أو 60 إطار بالثانية، توجد خيارات متعددة. أما الفرونت كاميرا ريكوردينج على الجهازين فيوصل إلى 4K 30 أو 60 إطار بالثانية. دعم الـ HDR 10 Plus على الجهازين أيضا متوفر. الهيدفون جاك أو فتحة السماعات غير متوفرة على الجهازين. الستيريو سبيكر مدعوم بالجهازين. نسخة البلوتوث 5.1 على الجهازين. دعم الـ NFC أيضا متوفر على الجهازين. USB على الجهازين 3.2 Type-C Reversible. مقاومة الماء للجهازين موجود دعم هذا الشيء ضمن الـ IP68. القلم متوفر على الجهازين لكن بسرعة تأخير 9 ملي سكند على النوت 20 ألترا و 24 ملي سكند على النوت 20. متحسس البصمة الفينجر برينت متوفرة على الجهازين تحت الشاشة أيضا Under Display. البطارية على النوت 20 ألترا 4500 ملي أمبير وعلى النوت 20 4300 ملي أمبير. أما الفاست تشارج فعلى الجهازين متوفر بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي متوفر على الجهازين أيضا بقدرة 15 واط، وكذلك الشحن اللاسلكي المعكوس متوفر على الجهازين بقدرة 9 واط. الألوان بالنسبة للنوت 20 ألترا متوفر بالألوان الميستيك برونز، البرونزي والأسود والأبيض. أما النوت 20 فمتوفر بالألوان الأخضر والبرونزي والرمادي والأحمر والأزرق. الأسعار حاليا وقت إعداد التقرير، النوت 20 ألترا نسخة الـ 5G العالمية تبدأ بالـ $1300، أما النوت 20 نسخة الـ 5G أيضا العالمية تبدأ بالـ $1000. تجارب الأداء ما ظهرت بصورة كاملة للجهازين ولذلك ما نقدر نذكرها حاليا. وبهذا أصدقائي المتابعين نختم المقارنة بين الهاتفين النوت 20 ألترا والنوت 20. إذن يا أصدقائي كانت هذه مقارنتنا التفصيلية بين أحدث جهازين من سامسونج. خبروني عن رأيكم بالجهازين، أكيد الأفضل هو النوت 20 ألترا، لكن الحقيقة أني سويت هذه المقارنة مو حتى نعرف منه الأفضل، لأن الأفضل معروف أكيد وللجميع، لكن حتى الأشخاص يعرفون بالضبط الفروقات بين الهاتفين، وكذلك الشخص اللي يريد يشتري النوت 20 العادي يعرف أنه توجد عدة خيارات أرخص من هذا الهاتف اللي يعتبر هاتف رائد من سامسونج بالاسم فقط مع الأسف. لكن خلوني أعرف آراءكم بالنوت 20 والنوت 20 ألترا بالتعليقات. وخلاص وصلنا وياكم لنهاية الفيديو، أتمنى يكون مفيد لكم. اتأكدوا من الاشتراك بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات حتى تحصلون على المزيد من الأخبار التقنية والمقارنات والشروحات والمراجعات. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار فتواصلوا معي على حساباتي الفيسبوك والإنستغرام، واتركوا تعليقاتكم بالأسفل. شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.